السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم اليوم عن مسلسل محمد رمضان الجديد في رمضان 2023. هو قايم بدور العمدة ومتزوج 4 نساء في المسلسل، والمسلسل من إخراج المخرج محمد سامي، ويقوم محمد رمضان بدور العمدة ومتزوج من 4 نساء في المسلسل. وهي قصة المسلسل جميلة بصراحة، منزلين حاجات منها بصراحة قصة جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.